السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اندي ديلو. رغم معاناته نجم الخضر يدعم الشان الجزائري، يعني اول واحد اللي دار تدعيم للمنتخب الوطني والكأس الشان بالجزائر. يعني بالك غادي من بعد يجدوا يلحقوا ناس ولا نهضر في الليل تلقوا الصباح، يعني مازال ما ناس ما بعد يلحقوا ناس بالك يلحقوا ولا حاجه. بالك خاطر ما كاش كمال مهدي اللي نستعرض به الرساله اللي دارها، قال لا مدرب ولا لاعبين، هل لازم كلش بالاموال؟ اشهارات، يعني اشهارات ما نطقوش، ما كاش ما كاش اللي ينطق. وين اعلن الدولي الجزائري اندي ديلور دعمه الكامل لصالح الجزائر في تنظيم بطوله افريقيه للاعبين المحليين. وكتب المهاجم نادي نيس الفرنسي عبر موقع التويتر تحيه الجزائر والاشاره الى تظاهره الشان 2023، وارفق منشور نقولوا يعني تزامنا الى تشوق انطلاقه هذه المنافسه. يعني وين غاب بقية لاعبين الخض في ترويج للحدث الإفريقي لحد الآن، حيث يبقى ديلور اللاعب الوحيد تقريبا في التشكيلة الوطنية الذي غرد لصالح الشان 2023. الآخرين لازم لهم ما يهضروش غير هاك، عندهم إشهارات ما يجموش يهضروا، يعني ما يهضروش كاش اللي يهضر، لا كاش كاع ما على بالهمش، لا مدرب لا لعابة، كاش يتكلم بالإشهار. دراهم كاش هذه هي الناس لهم يهضروا، الناس هادو يعني داو يدوا دراهم للجزائر بصح ما يشكروش الجزائر، ما يدعموش الجزائر. نورمالمون المشرف فاني هو الاول اللي قلع، حتى يدي دراهم للجزائر مين راه يديهم؟ ما عادش يديهم من فرنسا ولا من قطر، دراهم من هنايا يروحوا لقطر ما يروحوش هاك ولا هاك. نورمالمون يهدر على الجزائر، كمال مهدي راه هدرها، اللي با يهدر يهدرها خاطر انتوما ما تبغوش. كمال مهدي تولي غادي يولي عادو فانك، يولي من الجاليه الكاميرونيه، انا نقولكم. وازدادت وضعيه الديلور الدولي الجزائري اندي ديلور تعقيد مع ناديه نيس الفرنسي بعدما تجدد غيابه عن لقاء الدور 32 من منافسه كاس فرنسا. يا ولدي يضربوا عليك الطبلك وما توليش تلعب في طعيبان، زعما حنا بايري كان عقلو كانوا الناس ما يلعبوش يجوا يلعبوا في ليكيب ناسيونال. بصح هادو صوالح يعني غير على يطبقوهم على ناس وخد اخرين. ويضعف غياب ديلور عن موقعة كاس فرنسا فريضة مغادرته النادي الجنوب فرنسي خلال فترة التحويلات الجارية وتأزم وضعيته مع إدارة وكذلك الطاقم الفني، وتأكد خطوة توتر علاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، وأن المهاجم البال أبلغ مدربه برغبته في المغادرة هذا الشتاء لعدم رضاه بوضعية التي يمر بها فضل عن عدم حصوله على زيادة في الراتب والتي وعدته بها إدارة في نهاية الموسم الماضي. يعني وين تغيرت وضعية المهاجم الجزائري مع رحيل مدربي كريستوف وقدوم مدرب لوسيان الذي يطبق أسلوب مختلف تماما، وهو ما أثر على مستواه الفني. وربطت مصادر إعلامية مهاجم منتخب الوطني بالعديد من الأندية في فرنسا وفي إيطاليا، كما تلقى عروض من أندية خليجية ليبقى مصيره غامض لحد الآن. المهم ديلور حنا نعرفو ديلور لعاب كبير ديلور، وين نحقر هنا في ليكيب ناسيونال فين كنحقر مع المنتخب الوطني، فين كنحقر روحوش بعيد المنتخب الوطني نحقر حقرة كبيرة كاع، والله نحقر حقرة كبيرة مع المنتخب الوطني، اش يكون على بالكم؟ حقرة كبيرة نحقرها مع المنتخب الوطني، اللي يشوف يقول لك باللي منه ولا باللي الحقر، داروا تكتل وداروا له 6 في 7 وطلقوه راح. هذه هي ديلور حقروه، ديلور اللي بعدوه من المنتخب الوطني الجزائري،
لكن العاد كاين العدالة الإلهية، ناس بالك كانوا يشوفوا روحهم يعني هما بالك قرارات بالك بالك يناقلوا بها ربي، استغفر الله يا ربي. خاطش كان يقول لك أنا والله ما يولي لا كاش يولي مع اونتينا الوحدة اخر شي ناغي معاهم عاود ولا دير ورا حملة حملة كيما راهم دايرين حملة في الفيسبوك غادي يقول لك خمسة في انتظار خمسة الباقية. حتى خرج لهم امي قويري قال ما تكذبوا ما تكذبوا عليه ما تكذبوا، راكم تحزروا فيهم، راكم تحزروا في اللعابة. واحد كيما بن ناصر راكم تحزروا فيه، واحد قال لك دير في فتنة يا ودي ما كان لا فتنة لا والو لا سي تبكية، راكم تحزروا في اللعابة، في اللعابة راكم تحزروا فيهم. كاين ثلاثة تاع لي كوبلو في المنتخب الوطني بسبب هذا المشرف وين سمحوا ثلاثة تاع لي كوبلو، ثلاثة كاين ثلاثة تاع لي كوبلو. كاين اللي باغي غير يلعب وصايك، وكاين اللي راه باغي بلي ما نجيبوش اللعابة، وكاين اللعابة اللي هم يقولوا بلي حنا نقعدوا فيها نروحوا 2024 ما كاش اللي يزيد معانا باش يكون على بالكم. كاين اللي يهدد بلي ما يجيش، كاين اللي مشي باغي يمشي داخل كاع في الكوبرو، وشافوا الكوبرو اللي صرا في 2022 في الكاميرون كيفاش داروا كوبرو، داروا قنبلة بصح طرقت عليهم، داروا قنبلة باش يكملوا مع الشيف دين عمارة هيا ويعاودوا يردوا الحارس القديم ويروحوا لكم ديمون، بصح ما قالوش ان شاء الله، ان شاء الله ما قالوش، نساو كلمة ان شاء الله، كلمة ان شاء الله روحوا شوفوا. كان يقول لك نتأهلوا لا كانوا يقولوا ان شاء الله، ما كانش يكون يقول ان شاء الله، ما كانش تاليا بونجاح مع الرئيس، الرئيس قال له الدور الثاني، قال له لون بريزيدون، قال له كار دو فينال دومي فينال، ما قالوش ان شاء الله. مدرب قال نجيب كوب دافريك، ما كوب دي موند، ما كانش ان شاء الله. من بعد قال نتأهل وما كانش ان شاء الله. هذه هي فاتت عليكم هاك كل شغل منام، كنتو راكدين وتإليمينيتو. هذه هي اخويا، لو كان الناس بلعت فامهم وسكتوا كنا غادي نكاليفو، بصح ولات الهضرة بزاف، ولات كاينة الهضرة بزاف على ذيك ما كاليفيناش تبربيل تبربيل ورديتو الناس فوق السحاب كاع، رديتهم عندهم السبابيل تاع الامطار هما اللي غادي يطلقوا علينا الماء. هذه هي دير لور الحقر كيما ذاك عوار كيما ايت النور هذوك الحقرو، هذوك الحقرو هذوك كاع بلي ما كاش غادي يعيط لهم، قال انا كي نروح كمل كوب دي موند نروح. ايا كاش ما سمعتوا نتوما ضرب كيما هذا، كاش ما سمعتوا عليه كاش ايكيب نيغوسات معاه ولا ما كاش أندية خارجية ما نيغوساوش معاه، شكون اللي نيغوسا معاه؟ شكون اللي يعيط له؟ مالكم كاين صوالح ولا؟ ما أخفي أعظم أشي كاين؟ أشي كاين أصاحبي؟ حتى كاين دوسيات فما راهم أو قاعدين اليوم هم كي الزليج يلبوا عليهم. وارى شوية على بالكم، وارى 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 ويا وارى الدعوة. أو كاين اللي نظلم، كاين بزاف ناس نظلمو ووكلوا أمرهم لله. أي على ذيك الوحدة كوب ديموند كاين لعابة في ليكيب ناسيونال نظلمو، نظلمو بزاف نظلمو بزاف، بصح ساكتين مساكين. والذنوب تاع دوك اللعابة اللي كانوا يتهموا فيهم بالخيانة ما بقاوش يجوا، يقول لك ما بقاوش يجوا، هذوك فاني كنظلمو، ظلموهم ناس ظلموهم ولاو يعايروا فيهم وطالقين الشعب عليهم يعاير. حنا نعرفوهم لي باج ولاو بعد ما طاك طاك طاك، بصح ما قلتوش ان شاء الله نسيتو ربي، كي تنساو ربي ربي قال لكم انا اللي نقول مشيتو ما تقولوا. هذه هي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير
وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتكم.